دعني أذهب الآن إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع مرسلتنا دارين الحلوة. دارين، ماذا عن الأوضاع على الحدود، خاصة بأن الجانب الإسرائيلي يتحدث ويقول بأن كان هناك إنذار كاذب بحدوث اختراق جوي في الجبهة الشمالية؟ طبعا عندما تحدث عن انذار كاذب لم يقل انذار خاطئ او غير صحيح، كاذب ما يعني ان هناك حدث ما شكل بالنسبه اليه انذارا ولكنه لم يكن بحجم الهجوم او الاستهداف. لذلك نعتقد ان هذا الامر الذي يتكرر كثيرا طيله ساعات اليوم على مدى الاربعه ايام الماضيه ربما يؤشر أن حزب الله ربما يحاول إشغال الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية وإلهائه في هذه الأحداث التي تستدعي استنفارا كبيرا وحال طوارئ، ولكنها لا تصل إلى حد الرد، مع أنها في بعض الأحيان كان هناك استهداف بالرد بالنيران على إنذارات خاطئة مماثلة كالصواريخ الاثني عشر الذي جرى الحديث عنهم أمس مثل هذه الساعة تقريبا في يوم أمس. في هذا الأثناء الحركة في هذه المستوطنة تكاد تكون معدومة، لا يمكننا أن نلحظ أي تحرك للجيش الإسرائيلي الذي يتمركز داخل هذه المنازل ويتحصن فيها، وطبعا تنتشر آلياته العسكرية بالإضافة إلى دبابات الميركافا. في هذا الأثناء نستطيع أن نرى أن أحد الجنود يقوم باستخدام المنظار لمراقبة تحركت أعتقد آليته وكانوا يحاولون استخدام المنظار لمراقبة الحدود من الجانب اللبناني، طبعا في إطار الرصد المستمر بريا بالإضافة طبعا إلى الرصد الجوي كما هو معلوم تقوم به طائرات ومسيرات يطلقها الإسرائيليون في جنوب لبنان، وفي بعض الأحيان تصل إلى مناطق داخل لبنان، أحيانا تصل إلى بيروت في محاولات لرصد واستطلاع ما يجري ميدانيا. طبعا هناك استنفار كبير وربما يكون هذا هو المطلوب. طبعا الحرب النفسية في مثل هذا النوع من الحروب ربما لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية، وطبعا التصعيد بالنار، وحزب الله كما أثبتت التجارب السابقة أنه يمتهن هذا النوع من الحروب، لذلك سوف يحاول الإبقاء على الاستنفار الكبير في صفوف الإسرائيليين في الحدود مع لبنان أقله حتى هذا اللحظة. لا ندري إن كان سيتدخل بطرق أخرى، ولكن ما يمكن تأكيده أن كسر حماس أو إيذاء حماس يشكل بالنسبة لحزب الله خطا أحمر، لكن عندما يصل هذا الخط الأحمر ماذا يملك حزب الله من أوراق؟ هذا السؤال لا أعتقد أنه يمكن الإجابة عليه أقله في هذه الأيام بانتظار الأوراق التي سيلعبها حزب الله في هذه الحرب، وهو الذي أثبت في الأيام الأربعة الماضية أنه يقوم أو يتدخل في هذه الحرب ولكن بشكل موضوعي ومدروس ومحدود جدا.